وبهذا يا اخوان وكما ترون حصلنا على اللاعب ايبيك اخي كريم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. في مقطعنا هذا يا اخوان جبت لكم ثغرة اليوم للحصول على لاعب ايبيك بوستر من باكج ايبيك بوستر خاص باسي ميلان. نعم يا اخي كريم ان شاء الله سوف نحصل على سيرجينيو او خوليت او شيفشينكو، يعني يعتبر هذا المهاجم من افضل المهاجمين داخل اللعبة، او لما لا ثالث افضل مهاجم بعد صامويل ايتو ورومينيغي. المهم يا اخواني الكرام سوف ننتقل في خطوة ثغرتنا مباشرة. وملاحظة قبل ان نبدأ في الاطلاع على خطوة ثغرتنا، ثغرة الايبيك ليست مضمونة 100% لان الكثير منكم يكتبون لي في التعليقات لم نحصل على لاعب ايبيك من اللفة الاولى، يعني انت كاذب يا اخي الكريم. ثغرة الايبيك فقط تزيد حظوظك بنسبة 70% او اكثر، يعني انت وحظك يا اخي الكريم، لان الكثير والكثير يكتبون لي في التعليقات لم نحصل يعني على لاعب ايبيك ب 100 كوينز فقط. يعني اخي الكريم ان لم تحصل ب 100 كوينز لف بلفة اخرى وباستعمال هذه الثغرة، وان شاء الله يكون من نصيبك لاعب هايلايت او لاعب ايبيك يا اخي الكريم. المهم سوف ندخل في خطوة ثغرتي. كما قلت الثغرة سوف تزيد حظوظك بنسبة 70% للحصول على لاعب ايبيك. اول خطوة سوف نقوم بالدخول عند هذا اللاعب مرة واحدة ثم مرتين عند هذا اللاعب يا اخوان، يعني ركزوا معي دون اخطاء. سوف ننتقل مرة واحدة عند المهاجم يعني تاتي، ثم سوف ننتقل نفس الشيء عند هذا اللاعب عدلي مرة واحدة والاطلاع على احصائيته هكذا، ثم نفس الشيء عند لاعب الهايلايت هذا ريناتو كما ترون سانشيز، ثم سوف ننتقل إخوان عند آخر لاعب موجود في الباكج مرة واحدة هكذا، ثم سوف نصعد فوق مباشرة عند اللاعب أوسيمين ثلاث مرات، ثم المرة الثانية والثالثة، لننتقل بعد ذلك عند سيرجينيو مرتين. بالنسبة لخوليت سوف ننتقل عنده مرتين هكذا والإطلاع على إحصائيته، ثم المرة الثانية هكذا إخوان، ثم سوف ننتقل عند شيفشينكو أربع مرات هكذا، ثم المرة الثانية والمرة الثالثة والرابعة، ثم مباشرة يا إخوان ما عليكم سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز أو 900 كوينز. ولا تنسى أن تكتب لي في التعليقات أي لاعب حصلت عليه من هذه الثغرة، وحينما أجمع 100 كوينز سوف ألف وسوف أشارككم في إنستغرام اللاعب الذي حصلت عليه من هذه الثغرة.